شكرا على اولا شكرا على الاسئله المطروحه التي تهم جمله من القضايا اللي طبعا عندها رهينتها. غادي نبدا بالسؤال الاول المرتبط بالنظام الاساسي ديال موظفي وزاره التربيه الوطنيه. هذا الموضوع ديال النظام الاساسي ديال موظفي وزاره التربيه الوطنيه اللي تقريبا العدد ديالهم واحد 300,000 اكثر شويه اقل شويه ولكن اكثر شويه جو بونس 300,000 موظف يشتغلون في وزاره التربيه الوطنيه. الحكومه في اطار النقاش ديالها مع النقابات في اطار الجولات الحواريه في اطار واحد المنظومه جديده من اجل اصلاح القطاع ديال الصحه ديال التعليم، كان طبيعي جدا ان المدخل ديال الاصلاح يكون هو حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات من اجل حل حالة هذا الملف الذي تاخر طويلا جدا ولم يكن فيه اي مستجد بشكل ارادي من طرف هذه الحكومه عبرت عن رغبتها في اعاده النظر في هذا النظام الاساسي. وطبعا هذا النظام الاساسي الجديد غادي تكون فيه مجموعه من القضايا التي كانت تثار حتى في هذه الندوه الصحفيه حول جمله من القضايا اللي كترتبط بالمجال ديال التعليم. اشتغلت النقابات مع الوزاره المعنيه بشكل مكثف والاشتغال مازال مستمرا، وكنتوقع انه في خلال يعني الاسابيع القليله المقبله، وكنظن السيد الوزير مع النقابات راه تكلموا على واحد الاجنده معينه، سوف يتم ان شاء الله الاعلان حول هذا المشروع الذي سوف يقدم اجابات مهمه جدا لاسره ديال التعليم، وغادي يحط الاسس الصلبه من اجل اصلاح المنظومه التعليميه. مشينا في المجال ديال الصحه عبر حوار صريح ومسؤول مع النقابات، حققنا مكاسب مهمه جدا، عملنا الاصلاح المرتبط بالمنظومه الصحيه بالقوانين الخمس التي تمت المصادقه عليها في البرلمان وهي الان يعني في طريق النشر، وكاين اللي تنشر منها. عملنا مجهود على مستوى الاستثمار وجاء ميثاق جديد للاستثمار. هذه كلها هذه اللبنات الاساسيه في مجالات ثلاثه محدده كنا المغاربه نتفقوا بان هذه المجالات الثلاث هي الركائز الاساسيه ديال الدوله الاجتماعيه. الدوله الاجتماعيه هي الصحه للجميع، الدوله الاجتماعيه هي التعليم للجميع ذو جوده، ويحقق ذاك المعادله ديال انه التعليم يحقق المصعد الاجتماعي لجميع ابناء المغاربه كيف ما كانوا، سواء كانوا في الباديه ولا كانوا في العالم القروي ولا في العالم الحضري ولا في المدن الكبرى ولا في الصغرى. نقدموا اجابه لواحد من المبادئ الدستوريه اللي عندنا في بلادنا اللي هي تكافؤ الفرص، ولاد المغاربه يقراوا في ظروف جيده وممتازه. وطبعا الشق الثالث اللي قلت هو الاستثمار، لان الاستثمار هو المدخل الاساسي لتوفير الشغل لابناء المغاربه عبر معالجه عميقه للموضوع. علاش كتاسس؟ كتاسس بالاساس على واحد الاشكال كان مطروح في بلادنا، هو ان الاستثمار يتمركز في مدن معينه وفي جهات معينه ويغيب عن جهات اخرى. رفعنا من الدعم المخصص لهذا الاستثمار في المناطق البعيده باش تولي الجهات كلها عندها واحد القابليه من اجل استقطاب هذه الاستثمارات وتوفير الشغل لابناء المغاربه. هذا هو الان المسار اللي احنا غاديين فيه. بالنسبه للدفتر ديال الضوابط البيداغوجيه حتى هو كيدخل في هذا النقاش هذا وغادي يجي ان شاء الله. لكن كاين موضوع واحد اخر اللي كنت كنتمنى انه تطرحوا لي في السؤال ديالك، هو العلاقه ما بين المدارس الخاصه والاسر. الوزاره عاكفه طبعا معها الفيدراليات ديال الاباء واولياء التلاميذ عموما اللي يشتغلوا على هذه العلاقه هذه كيفاش نوضحوها باش ما يكونوش. وطبعا الهدف ديالنا الاساسي هو نحقق المعادله ديال المصلحه ديال التلميذ تكون فوق كل اعتبار. هذه العقد هذا لي كونطرا دابا اللي يتم الان وضع اللمسات الاخيره بخصوصه، الغايه منه الهدف هو انه تكون فيه نطفيو عليه مزيد من الشفافيه مزيد من الوضوح، هو انه المصلحه ديال التلاميذ تكون حاضره على مستوى الجوده
الاسعار ملي كيبغي يوقع شي تحول ديال شي تلميذ من مدرسه الى مدرسه، ما توليش موضوع ديال يعني جدال وكذا، وتكون الامور واضحه من بدايه العمليه الى نهايتها. فهذا موضوع الان اللي كتنكب عليه ايضا الوزاره، وسوف يتم يعني الاعلان عنه قريبا جدا، واللي الهدف كيف ما قلت هو نوضح هذه العلاقات بشكل واضح. وهذا طبعا واحد من التوصيات ديال مجلس المنافسه، والحكومه اشتغلت عليه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.